أحسن الله إليك. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة أحدكم بعمله؟ الجواب سهل في هذا، أن الباء ليست ثمنية وإنما هو سببية. الباء سببية، أي بسبب ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون. العمل سبب وليس هو الموجب لدخول الجنة. الجنة ما تدخل إلا برحمة الله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالعمل سبب لدخول الجنة وليس هو ثمنا للجنة، لأن الجنة لا تثمن، الجنة ما تثمن بالأعمال ولا بشيء ولا يعدلها شيء. نعم.